بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم راح نشرح تطبيق، هو تطبيق يسموه ديجيتال زون. هذا الديجيتال زون يسمح لك انه تاخذ رصيد بسعر الشركة، يا رصيد آسيا، زين، كورك، اي حزمة اخرى تقدر تشتري، بوبجي، بعرف ايش. اذا وين تروح؟ مثلا عندك تليفون ايفون، راح تضغط على شنو، على هذه الاب ستور حتى تجيب هذا التطبيق. التطبيق اسمه ديجيتال زون، تكتب ديجيتال زون هنا راح يطلع لك بالشكل ديجيتال زون. راح تسوي له اوبن او داونلود، وبعدين راح تشوفه يتنصب. بس قبل ما يتنصب لازم انت تستخدم التليفون اللي عليه الماستر كارد مالتك، يعني الماستر كارد تشوف له تليفون منصب عليه. ايه، فتاخذ التليفون وتنصبه على هذا التليفون. راح يقول لك ايش قد رقمك، راح يسوي فيريفاي، راح يطلع لك يقول لك انت روبوت لو مو روبوت، يعني راح يطلع لك مثلا ترافيك لايت، يقول لك يا صوره ترافيك لايت حتى يعرف انت روبوت او لا. طيب بعدين راح يتنصب عندك بهذا الشكل. اي هذا الشكل بالضبط راح يتنصب عندك. تضغط هنا على هاي، على هذا الايكون هاي الزت اللي هو ديجيتال. طيب اذا راح تطلع لك شاشه بهالشكل، يقول لك اسهل طريقه حتى تحصل على الكارت، منطق زين ومنطق كوراك ومنطق ايراك سينما. يعني اخذت الاسيا، ضغطت على الاسيا، ايش طلع لي؟ ضغطت على الاسيا، قال لي اكو اسيا كارتات، يعني تريده بالخمسة تريده بالعشرة كيفك. أنا ضغطت على هذا وطلع لي أبو الخمسة هذا. إذا أبو آسيا أبو 5000، سويت له باي هنا، ضغطت باي، إيش راح يطلع لي بعد ذلك؟ راح يطلع شيء بهالشكل، يقول لي راح تستخدم فيزا كارت ولا الكيو آي. الكيو آي اللي هي البطاقة مالت الراتب، الكيو آي. يقول لي 6000 دينار، وهذه الفري 210 راح يصير 6210، يعني الكارت قبل 5 راح يصير 6210. طيب اذا راح نضغط هنا على الكونفيرم، وبعدها راح نروح، راح تطلع لنا هاي الشاشه. بهاي الشاشه يقول انا سويت رقم فاتوره، الفاتورة هو يدخل لك رقمها، طلعت دوس إدخال على رقم الفاتورة، يعني هاي رقم الفاتورة إدخال. من ضغطت هذه يقول لك، يقول لك أنا سويت فاتورة، السعر هالقد، رقم الفاتورة هالقد، ما عندك مشكلة بهذا. بعدها راح يطلع لك هاي الشاشة، هاي الشاشة راح تضغط التالي، وبعدها راح يطلع لك هنا يقول لك دخل لي رقم البطاقة. هنا راح ندخل رقم البطاقة وندوس إدخال. من جيب رقم البطاقة وبعدين ندوس إدخال، هذا رقم البطاقة، هو يريد هذا الرقم، يعني مو هذا الرقم اللي جوه، يريد هذا الرقم اللي هو أعتقد 14 رقم أو كل شيء، يعني 1 2 3 4، أعتقد 16 رقم ما أتذكر. وهنا مكتوب الاسم، وهنا مكتوب الرقم آخر. إذا هذا المطلوب، هذا الرقم شو تسوي؟ تدخل هذا الرقم هنا، هنا تدخل الرقم وتدوس إدخال، راح تجيك رسالة، راح يجيك أول مرة هذا الشكل، هذا الشكل. تنتظر راح تجيك رسالة، الرسالة شنو بيها؟ بيها رقم يتكون من 1 2 3 4 5 6 أرقام، خليهم 6 أرقام وتدوس. إيش راح تسوي؟ راح يقول لك كوبي. من سويت كوبي، خليت اصبعك هنا سويت كوبي، هذا الرقم هو الرقم مالت الكارت مالت الآسي. تروح على تاخذ واحد نجمه، 1 3 3 نجمه، بعدين تحط هذا الرقم، بعدين تحط شاء، وتدخل تدخل يدخل عندك رصيد، يدخل عندك رصيد 5، وتجيك رساله ما اعرف ايش.